يعني انا بدي كمان تريزيجيه الافضليه جنب مصطفى محمد، ان هما الاثنين دول افضل اثنين لعيبه على المستويات الثلاثه او الاربعه اللي انا اتكلمت فيهم، على مستوى روح، على مستوى القتال، على مستوى الجاهزيه، على مستوى السبورت والدعم للمنتخب، على مستوى كمان الطفره او النقله او الفارق اللي بيقدروا يعملوه هما الثلاثه. التشكيل منطقي الى حد كبير جدا. مباراه صعبة، أعتقد إن مستر فيتوريا اختار لها التشكيل الأنسب. كابتن شوقي، بعد ما سمعنا من كابتن تامر رأيه، جالنا خبر قبل ما نطلع إنه الزميل الإعلامي أحمد شوبير قال إنه النادي الأهلي استعار محمد أبو جبل من نادي البنك الأهلي علشان يعني يكمل معاه الموسم بعد إصابة الشناوي، صحيا ونفسيا وذهنيا وتهيئة نفسية، تعتقد انه هذا الخبر ممكن يأثر على محمد ابو جبل ولا هيكون مركز؟ كمان السؤال، قبل ما نسافر لعبنا مباراة واحدة مع الزمالك، كان الحارس محمد صبحي، وتصور انه فيتوريا بيحط عينه على محمد صبحي عشان يكون بديل للشناوي وبيقلب انه ابو جبل، هل ده نتيجة التدريبات ولا نتيجة الخبرات ولا ايه؟ حضرتك شايف هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز برضو يعني اضم صوتي لصوت حضراتكم في الاول، ان انا ارثي وانعي الاستاذ عمرو فاروق، وانا لما كنت يعني ارثيه كتابه في مجله الاهلي قلت عليه الخلوق العمرو فاروق الخلوق، لانه هو فعلا على جانب عالي جدا وسامق يعني في السماء من الأخلاقيات والمجهودات الخيرة والنوازع الطيبة والإمكانيات الحميدة والرؤومة. عمرو فاروق كان إنسان بمعنى الكلمة، خلوق ذوي أخلاق لا يعني ينظر وجودها في الأيام دي في الوسط الرياضي. الله يعني يفسح له فسيح جناته، ربنا يا رب يلهم اهله الصبر والسلوان ويعوضنا في الساحه الرياضيه عنه بالخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لابو جبل، هي ليها ناحيتين، في ناحيه ايجابيه اذا اعلن ان الاهلي تم بعد مفاوضات مع البنك الاهلي باستعاره ابو جبل ليكون حارسا اساسيا للاهلي في فتره علاج الشناوي اللي هتستمر مش اقل من 3-4 اشهر، قد تدفعه وتزيده الى مزيد من الدوافع واثبات الوجود واثبات الذات، هترفع معنوياته جدا، تخليه يقدم للأهلوية من المتفرجين نفسه، تحسسه ان هو فعلا قادر على ان يكون حارس لشباك الاهلي الحصينة والمنيعة على مر الزمان. ولها جانب سلبي، انها قد تخليه يعني مندفع برضو وقلق ومرتبك عشان نفسه يثبت وجوده. انما انا اتصور ان ابو جبل هو بطبيعته، بطبيعه حاله، طبيعه تركيبته، هو انسان رابط الجأش، ثابت البنان، عنده توازن عصبي عضلي. ان شاء الله ان شاء الله يكون الخبر ده لما يصل هناك يكون دافع لي للاجاده وليس سلبيه.